هروح لملف تاني وهأجل شوية الحديث عن قصة ماتش إنبي والأهلي بيستعد زي الإنبي لغاية لما نقرب شوية من ميعاد التدريب، ولكن عايز أروح لملف تاني وهو ملف متعلق بالتحكيم. امبارح كان في اجتماع للجنة الحكام مع حكام مباريات الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، وامبارح أنا قلت لحضراتكم بعد الاجتماع هيكون في قرارات متعلقة ببعض الأطقم التحكيمية اللي أخطأت في مباريات الدوري الأسبوع الأول والأسبوع الثاني، وسيتم إيقافهم واستبعادهم لفترة معينة من إدارة المباريات. بالفعل رسمي بلغني إن الكابتن أمين عمر مش هيكون موجود في الأربع أسابيع المقبلة في الدوري العام، والكابتن حمادة القلاوي كمان مش هيكون موجود في الدوري خلال الأربع أسابيع المقبلة، فبالتالي أمين عمر ومحمد القلاوي مش هيكونوا موجودين في الدوري في الأسابيع الأربعة المقبلة. وامبارح بريرا استعرض الأخطاء التحكيمية والحالات التحكيمية، وكان واضح جدا في الحالات التحكيمية اللي بيستعرضها مع الحكام، وكان بيتكلم معهم في صلب القانون أيا كانت المؤثرات الجانبية أيا كانت الظروف اللي تعرض لها بعض الحكام في المباريات، ولكن الراجل بيتكلم على القانون. أنت أخطأت لازم تتعاقب، شرحت القانون غلط لازم تاخد جزائك. فبالتالي ده أول قرار من فيتور بيريرا في بداية الموسم، مش عايز أقول اللي هو بيظهر العين الحمراء، ولكن ده الطبيعي ده المنطقي لازم يحصل، لو ما كانش بيحصل قبل كده دي مشكلة اللي كان بيدير قبل كده، ولكن ده الطبيعي. حكم بيغلط لازم يريح شوية ويبعد شوية، والمهم جدا الحكم كمان يكون عارف من جواني عنده قناعات إن أنا أخطأت، عشان لما ترجع ما تتكررش نفس الأخطاء، لأن أنا عارف إن في بعض الحكام، ومش بتكلم على أمين أو حماد، أنا بتكلم عموما يعني، في بعض الحكام بتبقى عندها قناعات أنا ما بغلطش، في حكام عندها بعض القناعات الناس فاهمه غلط، فلا يعني لو حصل غلط لازم الحكم يبعد شويه لغايه لما يرجع ويحس ان هو اخطا عشان ما يكررش الخطا تاني. على فكره بقى الاهم من فكره الايقاف او الاستبعاد للحكام من المباريات الفتره اللي جايه، ان في امبارح حكام مش عايز اقول رسبوا، ولكن لم يوفقوا في الاختبار البدني للمره التانيه. لم يوفقوا في الاختبار البدني للمرة التانية، مش عايز أقول رسبوا عشان هم حكام كبار جدا، ولكن الفكرة إن أنا كحكم دولي أو حكم كبير ليا رصيد في الدوري العام صعب عليا قوي إن أنا أعمل اختبارات بدنية مرة أو اتنين واسقط، والسنة اللي فاتت في أول اختبار بدني واسقط. بس الفرق بين السنة دي والسنة اللي فاتت إن السنين اللي فاتت كنا نعرف إن الحكم سين صاد عين رصف في الاختبار البدني، رصف في الاختبار البدني، وبعدها فترة قريبة يعني ألاقي إيه الحكم موجود في الدوري، ايه يا جماعه هو نجح امتى؟ قال لك لا ما اتعمل الاختبار وفي الفجر كده ونجح وعدى. المره دي لا ما حصلش الكلام ده. على هامش اجتماع بريرا مع الحكام امبارح في احد الفنادق يعني اتعمل اختبار بدني لمحمد الصباحي، محمد الحنفي، محمود عاشور، خالد الغندور، حسام عزب حجاج. تمام؟ عايز اقول لكم للاسف لم يوفقوا في الاختبار البدني، وبالتالي هؤلاء الحكام مش هيكونوا موجودين في الدوري الفترة اللي جاية، لن يسمح لهم بإدارة أي مباراة في الدوري خلال الفترة اللي جاية لغاية لما يتم إعادة الاختبار البدني ليهم تاني. طب إمتى إعادة الاختبار البدني؟ المفاجأة بعد 3 شهور، أو تحديدا خلال 3 شهور اللي جاية، خلال 3 شهور اللي جاية. بمعنى أصح فكرة إن الحكام رسبوا النهاردة فبعد 2 3 أسابيع يلا اختبار تاني، لا مش قبل 3 شهور، يعني على نهاية السنة، على نهاية السنة هيكون الحكام بيتعمل لهم اختبار بدني تاني بوجود بريرة. وعايز أقول لكم على فكرة يمكن من الكواليس اللي جات لنا يعني إن في 3 حكام من الـ5 جالهم إصابة بشد في العضلة الخلفية، وصلت حتى لدرجة المزق، وصلت لدرجة المزق، وللأسف منهم 2 حكام صغيرين، المفروض اللياقه البدنيه بتاعتهم تبقى افضل من كده، ولكن للاسف دي نتيجه الاختبار البدني اللي اتعمل في حضور بريرا. بريرا كان حريص جدا ان الاختبار البدني مش هيتعمل الا في حضوره، واي اختبار بدني هيتعمل من وراه مش هيعترف بيه، فالحكام دي مش هنشوفها في الملعب الا لما يجتازوا الاختبار البدني. طيب جزئيه ثانيه، هل ممكن يتم الاستعانه بيهم في غرفه تقنيه الفيديو؟ اه، يعني الناس لو لقيت الحكام او هؤلاء الحكام في اداره بعض المباريات في غرفه الفيديو مفيش مشكله، بيريرا قد يستعين بيهم في غرفه الفيديو خلال الفتره اللي جايه. اخر حاجه قبل ما اقفل ملف التحكيم، وده مفاجاه وخبر اقدر اقول انفراد لان محدش تناوله في الفتره الاخيره، كلكم عارفين ان القائمه الدوليه تم ارسالها يوم 27/9،
ومعلوماتي لما اتكلمت النهارده مع مسؤول في اتحاد الكوره قال لي مش هنعلن القايمه الدوليه حتى بعد ما بعتناها للفيفا الا لما الفيفا يعتمدها. ليه؟ قال لك وارد يحصل اي تعديل فمش هنعتمد ومش هنعلن الا لما الفيفا يعتمد ويدينا الابروف على فكره القايمه اللي احنا بعتناها. طب ابرز الكواليس ايه يا استاذ في فكره انا بسال في التفاصيل، هل حد خرج؟ هل حد دخل جديد؟ حكام الملعب، حكام الفيديو، كرة الصالات، كلهم زي ما هو، مفيش أي تعديل، يمكن الكرة الشاطئية خرج حكم ودخل حكم، ولكن كل الحكام في القائمة الدولية هم الحكام اللي كانوا موجودين في قائمة 2023، ولكن المفاجأة إن في حكم خد شارة الملعب وشارة الفار. مش بعمل سسبنس، مش بعمل إثارة والله، بس أنا إيه عايز الناس تنتظر معايا عشان تعرف الاسم. في حكم خد شارة الملعب وشارة الفار. أنا الملف ده كنت بتكلم فيه الفترة اللي فاتت وكنت بطالب بأكتر من اسم، ولكن لما يجي اسم من الأسماء الثلاثة أربعة اللي أنا قلتها يعني أقدر أقول نجحنا ولو بنسبة 30-40% في إقناع السادة المسؤولين على إن إحنا كلامنا كان كلام صح. كان دايما اللي موجود في القائمة الدولية مع شارة الملعب وشارة الفار هو الكابتن محمود أبو الرجال المساعد الدولي. في حكم تاني خد نفس الكلام، نفس الشارة، شارة الملعب وشارة الفار. الناس دلوقتي بتتفرج، هل مين؟ هل حد من حكام الساحه؟ لا. طب مين؟ هل حد من حكام المساعدين؟ ايوه. مين؟ الكابتن احمد حسام طه خد شاره الملعب وشاره الفار زي محمود ابو الرجال. ليه؟ لان الرولز اللي انا شرحتها قبل كده ان الفيفا والكاف الفتره اللي جايه لما هيعتمد على حكم في البطولات القاريه والدوليه يفضل ان الحكم ده يكون معاه الشرطين الدوليه اللي هي شاره الملعب وشاره الفار. ده اتطبق بس لغايه دلوقتي في المساعدين. كنت اتمنى يحصل مع محمد معروف وامين عمر لان الاثنين دول في النخبه وقائمه البروفيشنال واحنا داخلين على بطولات كبيره الفتره الجايه، ولكن للاسف لم يحدث. الوحيد اللي تم استثنائه وتم منحه شاره الفار مع الملعب زي ابو الرجال كان الكابتن احمد حسام طه اللي عنده كاس عالم تحت 17 سنه خلال الفتره اللي جايه. نتمنى له التوفيق والف مليون مبروك، ولكن القائمه الدوليه زي ما هي. محمد عادل بنبارك له موجود في القائمه الدوليه زي ما كنت باكد على بعض التفاصيل. الحمد لله كل اللي احنا قلناه لجنه الحكام اشتغلت عليه واتحاد الكره اعتمدوا والقائمة تم إرسالها بالكواليس والتفاصيل اللي بقولها لحضراتكم. ده ملف التحكيم وكل التفاصيل اللي موجودة فيه. طيب